وفاة المنشد مشاري العرادة. طبعا منشد من المنشدين في الساحة في ساحة الإنشاد، ولكن ربما يعني سطع أو اشتهر بنشيد أو كذا نشيد، لكن من أشهرها نشيد وافق ما حصل له الآن في الوفاة، وهو نشيد فرش التراب، اللي أتوقع أن الجميع يعني الكل يعني يعرفه وسمع هذا النشيد ومر علينا صراحة عبر وسائل التواصل، بل قبل أن أيام الشريط والكست يعني هذا النشيد الذي يعني سوى صدى قوي جدا، وكان هو اللي أنشدها بصوت جميل جدا رائع مؤثر. اليوم مشاري يفارق الحياة، ولم أعتقد بسيارة حادث سيارة، نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يصبر أهله ويرزقهم الصبر السلوان. وما تفاعل الناس في وسائل التواصل ووصول الخبر بهذه الصورة والترحم عليه إلا دليل على أن هناك بصمة ترك هذا الشخص. أضف إلى ذلك ما لا نعلم ما هو السر الذي بينه وبين الله عز وجل، لا نعلم هذا عند الله عز وجل، لكن نحن في حديث الدار نلامس ونواقع يعني الواقع الذي يمر علينا، وكلنا مسلمين وكلنا يعني أمة واحدة، فنتألم صراحة مما يتألم منه الكل يعني.